السلام عليكم. على صعيد نتائج الكتل السياسية، جاءت الانتخابات النيابية اللبنانية الأخيرة مفاجئة بكل المقاييس، وذلك بعد تقلص نفوذ حزب الله السياسي بفقدان حلفائه المسيحيين والدروز عددا كبيرا من المقاعد لصالح كتلة القوات اللبنانية خصمه المسيحي العنيد، بينما صعدت كتلة سياسية جديدة تضم المستقلين الذين فازوا ب13 مقعدة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، نحاول فيها تقديم قراءة سياسية معمقة لنتائج الانتخابات النيابية في هذا البلد ومآلاتها على الصعيد الداخلي. إذن القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع والمستقلون هم القوة النيابية الجديدة، وفي الجانب الآخر فإن تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس ميشيل عون مني بهزيمة قاسية بعد سيطرة طويلة على المجلس النيابي. كيف سيكون لبنان بعد هذه الانتخابات؟ هو ما نحاول بحثه مع ضيوفنا، ضيوف حلقتنا الكرام اليوم الذين أرحب بهم على التوالي. معي في الاستوديو الأستاذ محمد المصري، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ويشاركنا عبر سكايب من صيدا الأستاذ حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات. كما يشاركنا الحوار من بيروت عبر سكايب أيضا الأستاذ وائل نجم، الكاتب والباحث. أهلا بالضيوف جميعا. لو بدأت مع الأستاذ محمد في الاستوديو، بداية يعني جاءت في بعض التقارير أن النتائج كانت مفاجئة بكل المقاييس، نتائج الانتخابات والأصوات وفوز الكتل السياسية. هل يمكن أن تبسط الحديث عن طبيعة هذه المفاجآت؟ أول شيء مساء الخير لحضرتك وللضيوف الكرام للمشاهدين. أهلا وسهلا. لا شك أنه هذه الانتخابات يعني كانت مفاجئة كما تفضلت حضرتك بكل المقاييس وبكل الأبعاد، وهي ستؤسس لما بعدها، يعني بمعنى أنها ستحدث تغييرا في الثقافة السياسية في لبنان، يعني نقطف ثماره في المستقبل. ولكن على مستوى هذه الانتخابات النيابية كانت مفاجئة بأن عدد يعني المنتخبين الذين شاركوا في الانتخابات وإن كان لم يكن بالقدر المتوقع، خاصة أن هناك استحقاقا كبيرا جرى في لبنان منذ أكثر من سنتين، هي ثورة 17 تشرين 2019، وإن كانت النسبة ربما لم تعبر عن هذا الزخم الكبير الذي رافق هذه الثورة، ولكن النتائج جاءت يعني مفاجئة بشكل كبير. هناك أحزاب كبيرة كانت مسيطرة بشكل كبير على البلد، خسرت الكثير من مقاعدها، وهي خسرت على المستوى المادي والمعنوي، وممكن أن نتكلم عن هذا الموضوع. هناك أوجه جديدة لم يكن أحد يتوقع أن تصل إلى المجلس النيابي، ولكن وصلت إلى المجلس النيابي. هناك كتل نيابية تقلصت، هناك بيوتات سياسية أغلقت، وهناك أحزاب لم تم يعني مثلت منذ الحرب الأهلية، منذ انتهاء الحرب الأهلية حتى الآن خرجت خارج المجلس النيابي الآن. فإذا نحن أمام تغير كبير جدا جدا يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها أن المواطن اللبناني أصبح قادرا أو أصبح يعني مقتنعا بأنه يستطيع أن يحاسب. هذا كان مفقود عند الشعب اللبناني، لذلك لو رجعنا إلى الانتخابات السابقة ربما أكثر من دورة لوجدنا أن نسبة الانتخابات أو المشاركة في الانتخابات كانت متدنية جدا. لماذا؟ بسبب اليأس عند الشعب اللبناني من إمكانيات التغيير. ولكن برأيي أن هذه الانتخابات أسست لثقافة سياسية جديدة في البلد، أصبح فيها الناخب اللبناني مقتنع أنه يستطيع أن يحاسب، يستطيع أن يغير، وهذا برأيي أكبر مكسب كان في هذه الانتخابات. طيب يعني قلت بأن الناخب اللبناني صار يستطيع أن يحاسب، أنا أريد أن أبني على ما ذكرته لأسأل، أذهب إلى صيدا لأسأل الأستاذ حسان، يعني هل من مفاجآت هذه الانتخابات أستاذ حسان في صيدا أنها يعني من مفاجآتها نسبة المشاركة المتواضعة نسبيا، يعني 41% شاركوا اقترعوا على هذه الانتخابات، وهي أدنى نسبة منذ عام 2009 الذي شهدت الجولة الثالثة مشاركة 55% من القوى الانتخابية، وفي عام 2018 انخفض الرقم إلى 49%. اليوم نتحدث عن 41%. هل يصح ما قاله الأستاذ محمد من الناحية العملية أن الشارع اللبناني بات مقتنعا بأنه يستطيع أن يحرك المسار السياسي في البلد، أم أن تواضع هذه النسبة يعبر عن يأس لبنانيين من العملية السياسية برمتها؟ في الواقع لم تكن هذه انتخابات، بل كانت مبارزة سياسية حقيقية بين قوى مهيمنة على الواقع اللبناني منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ اتفاق الدوحة وحتى الآن
وأعني هنا حزب الله وحركة أمل، بالتعاون مع التيار الوطني الحر الذي هو يعمل تحت إمرتهم وليس كحليف لهم. في الواقع المشهد اللبناني كان متشنجا جدا، كان هناك صراع سياسي حقيقي وواضح، أي خيار نأخذ في الساحة السياسية، كيف نتصرف في هذه المرحلة الانتخابية، أي فريق ينتصر ويقدم رؤيته للمواطن اللبناني. ومما ساهم أيضا في إرباك المشهد السياسي هو قرار سعد الحريري الذي كان سلبيا جدا بامتناعه عن ترشيح أو المشاركة في الانتخاب ومما اعتبر مقاطعة، ولكن هذا الموقف السلبي انعكس إيجابا على مزاج المواطن اللبناني وعلى مزاج الناخب اللبناني الذي تقدم للانتخاب في مدينة صيدا. تتكلم عن مدينة صيدا وعن الجنوب بشكل عام، عام 2018 انتخب في مدينة صيدا 56%، هذه الدورة انتخب ما يقارب 46% في مدينة صيدا، وبالتالي المقاطعة كانت بحدود 8%، مما يعني أن جمهور سعد الحريري متدني جدا أو محدود جدا، فلم يترك أثرا على العملية الانتخابية ولم يشكل خطرا على المرشحين سواء في هذه المجموعة أو تلك المجموعة. لكن أستاذ حسان، في بلد مثل لبنان عريق في الممارسة الانتخابية وبالمشاركة السياسية، عندما تنخفض النسبة منذ عام 2009 إلى هذا المستوى المتواضع 41%، هل يعكس لك كمراقب ومحلل ومتابع دقيق للساحة اللبنانية، هل يعكس لك هذا الرقم إحباطا لدى الشارع اللبناني من العملية السياسية؟ هناك عدة عوامل للتراجع في نسبة التصويت. أولها كان كما ذكرت هناك البعض كان عنده إحباط أن عملية الانتخاب لن تغير شيئا طالما أن هناك ميليشيا مسلحة تتحكم بالقرار السياسي الداخلي والخارجي، طالما أن هناك منظومة أمنية مدعومة سياسيا تتصرف بحرية مطلقة على الساحة اللبنانية، فصندوق الاقتراع لن يغير شيئا. ثم أن حزب الله قال مرارا وتكرارا قبل الانتخابات أن لا أكثرية ولا أقلية سوف تفرزها هذه الانتخابات وتترك أثرا على طريقة حكم لبنان والسيطرة على السلطة في لبنان، لأن لبنان محكوم بالميثاقية التوافقية، وهذا يعني أن لبنان لا أكثرية ولا أقلية فيه، الجميع يجب أن يكون ممثلا، الجميع يجب أن يكون في الحكومة، وكل قرار يجب أن يكون توافقيا. العامل الثاني الذي ترك أثرا سلبيا هو الوضع المادي الاقتصادي الصعب جدا على المواطن اللبناني، خاصة أن اللبنانيين ينتخبون في دوائرهم، لا يستطيع أن ينتخب من مقر إقامته أو سكنه، وبالتالي مع صفيحة الوقود التي تكلف فوق 500,000 ليرة كان صعبا على بعض المواطنين أو الناخبين الانتقال من مدينة إلى مدينة أو من مكان إلى مكان للانتخاب في انتخابات هو يشعر أن نتيجتها لن تغير شيئا من الواقع السياسي أو قد تترك أثرا بسيطا جدا على الواقع السياسي. ولكن بكل الأحوال ما جرى في صيدا وفي الجنوب عموما أن هناك 7 مقاعد خسرها تحالف أمل حزب الله والتيار الوطني، هي مقعدين في مدينة صيدا، 3 مقاعد في مدينة جيزين، ومقعدين في دائرة حصبية راشية، وبالتالي هذه لأول مرة يخسر هذا التحالف 7 مقاعد. طيب. من أصل 23 مقعدا، مما طيب. يعني ثلث المقاعد خسرها هذا التحالف، وهذا يعكس مزاجا متغيرا على الساحة اللبنانية وخاصة الجنوبية منها. طيب دعني أنتقل إلى بيروت دكتور وائل، يعني بعيدا عن الخسر الذي سنتحدث عنه بعد الفاصل، نريد أن نتحدث الآن عن الفائز الأكبر في هذه الانتخابات، من هو الفائز الأكبر اليوم؟ تحية لك أولا ولمشاهدي قناة الرافدين ولضيوفك الكرام، أهلا وسهلا. إذا أردنا أن نتحدث عن بالمعنى السياسي، الفائز الأول طبعا هو تكتل أو كتلة القوات اللبنانية التي حازت أكبر تقريبا كتلة نيابية وأوسع تمثيل مسيحي. الفائز الآخر في هذه الانتخابات رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي كان يشعر أن هناك محاولة لحصاره وتقويض قوته السياسية، فإذا به يستعيد عدد المقاعد النيابية التي كانت في كتلته، وأيضا يقصي الزعامات الدرزية التي كانت تنافسه. هناك فائز آخر هو سجل موقف في مدينة طرابلس للوزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، الذي يكاد يكون اليوم الزعيم السني الأساسي في النواب الذين فازوا بالمقاعد النيابية. وأنا سأختلف مع الأستاذ حسان قليلا،
حقيقة الرئيس سعد حريري في شبه المقاطعة غير المعلنة رسميا، أنا تقديري هو كان أحد الفائزين أيضا، الذين قال بطريقة غير مباشرة للذين يحاولون إقصائه عن المشهد السياسي في لبنان إنه ما زال حاضرا وما زال مؤثرا في المشهد السياسي اللبناني. نسبة الاقتراع في الدوائر ذات الكثافة السنية إذا استثنينا دائرة بيروت الثانية كانت ملحوظة، خاصة في مدينة طرابلس، في عكار، في المنيا والضنية، حتى في صيدا وفي في في البقاع أيضا وفي إقليم الخروب. فهؤلاء الفائزين بشكل أساسي مما جرى في العملية الانتخابية، يسجل فوز أيضا نسبة إذا شئت أن تحسبه في فوز، أن تكتل الأمل وحزب الله استطاع أيضا أن يستأثر بين مزدوجين بكل المقاعد الشيعية المخصصة للطائفة الشيعية في المجلس النيابي اللبناني وهي 27 مقعد. نعم. طيب تحدثت دكتور وائل عن موضوع الأشرف ريفي واعتباره الشخصية السنية الأبرز الآن على الساحة اللبنانية. هنا أنقل السؤال للأستاذ محمد، بعيدا عن موضوع السنة الذين غابوا ككتلة سياسية عن هذه الانتخابات، ربما يكون مفهوما بسبب دعوة رئيس الحريري أو بسبب عدم تبلور شخصية سنية يعني ببرنامج انتخابي سابق على الانتخابات يجمع أصوات السنة، لكن المهم في هذه الانتخابات هو مزيد من المناقشات لمسح الشارع اللبناني، مزاجه، رأيه. الآن بالرغم من وجود تقريبا 56 لائحة انتخابية باسم مجموعات التغيير والمجتمع المدني من أصل 103 لوائح، إلا أنه مع ذلك لم يستطع هذه اللوائح، المجتمعات المدني والتغيير، لم تستطع أن تقنع الشارع اللبناني بالمشاركة، مع ذلك استمر العزوف. هل من تفسير لذلك؟ نعم، أنا بدأت حديثي وتكلمت أنه من الأمور الإيجابية التي حصلت نتيجة الانتخابات هي أن تقنع الناخب اللبناني بإمكانية التغيير. نعم، قبل هذه الانتخابات المواطن اللبناني عاش لمدة عقود وهو يدرك أن الانتخابات في لبنان لا تغير في الواقع السياسي، لأن هناك استئثار من أحزاب السلطة، هذه الأحزاب التي خاضت الحرب اللبنانية ثم خرجت منتصرة، أمراء الحرب الذين خاضوا الحرب اللبنانية واستأثروا بالحكم، فبالتالي كانت الخيارات شبه معدومة. الآن ما حصل إمكانية الخرق ببعض المقاعد الجديدة التي هي خارج منظومة الأحزاب ستشجع الناخب اللبناني في المستقبل، ليس في هذه الانتخابات، كانت متدنية النسبة. الآن لم تستطع قوى التغيير أن 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 تقنع. نعم، لماذا؟ لأن واقع التشرذم الذي عاشته هذه القوى أدى إلى أن الناخب اللبناني لم يستطع أن يرى أن هناك يعني جهودا يعني متفقة أو هناك جهودا موحدة أو هناك طرح يعني طرح قوي جدا في مقابل السلطة. لذلك الذي لعب عليه المواطن اللبناني هو أمر واحد، الانتقام من السلطة فقط. أستاذ محمد، تذكرت نقطة حقيقة دقيقة ومهمة جدا، وهي أنك قلت أنه هذه النتائج هي قاعدة أولية لانطلاق المواطن اللبناني نحو المشاركة في العملية السياسية مستقبلا. يعني هل تفسر هذه الانتخابات ونتائجها بأنها يعني أن العملية السياسية والشارع اللبناني هو ضمن الكاسبين أو الرابحين في هذا الانتخابات؟ طبعا أنا أعتبر أن الشارع اللبناني وخاصة الشارع التغييري نعم هو الرابح. لماذا؟ لأنه اقتنع الآن أنه بإمكانه أن يغير، وأيضا القوى التغييرية اقتنعت أن بإمكانها أن تخرق بشرط أن توحد جهودها. لذلك أنا برأيي أن هذا يبنى عليه، يجب أن يكون هناك توحيد للجهود التغييرية، ولكن كما قلت لك الناخب اللبناني أصبح يدرك أنه إذا كان صوت أو إذا ذهب صوت بكثافة قد يؤدي إلى تغيير. والنتيجة يا أستاذ الكريم أن الآن مع هذه النسبة المتدنية، ولكن يعني ربما سنأتي على موضوع الخسائر، كانت هناك خسائر لجهات كانت متحكمة بالبلد منذ عشرات السنوات، فبالتالي من الذي غير؟ الذي غير هو الناخب اللبناني. فإذا هناك تغير على مستوى المزاج حتى في الأرضيات، في الكتل أو في الكتل التي هي تعتبر تابعة للأحزاب، هناك تغير وهناك تململ في داخل هذه الكتل أدى إلى تغييرات في بعض الساحات واختراق في ساحات كانت حكر على أحزاب معينة. فبالتالي أنا أرى بأن هذا سيؤدي إلى تغيير في الثقافة السياسية اللبنانية. الآن اللبناني يدرك أن بإمكانه أن يغير، وأنا برأيي أن أي استحقاق مقبل وربما الأقرب هو سيكون انتخابات البلدية، سترى أن هناك نسبة كبيرة جدا من المنتخبين الذين سيصوتون في تلك الانتخابات. هذا على مستوى الخاسرين، لكن بقي الحديث عن مستوى هذا عن مستوى الذين حققوا مكاسب في العملية الانتخابية اللبنانية الأخيرة، لكن ماذا عن الخاسرين وطبيعة ومقدار هذه الخسارة؟ هذا ما نبحثه بعد فاصل قصير. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن
10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في قراءة لنتائج الانتخابات النيابية اللبنانية. أستاذ حسان، بعض المراقبين تحدث عن هزيمة مدوية وصفها بأنها مدوية وكبيرة، وثمة من قال إنها ساحقة لحزب الله اللبناني بسبب هذه النتائج وللتيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل. ابتداء، هل توافق على أن هذا التيار، هذا التحالف، تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله، تلقى هزيمة حقيقية؟ ثم هل توافق على توصيف أنها مدوية؟ المشهد، مشهد الثنائي الشيعي الحاكم، كان واضح أنه مصاب بالقلق، خاصة قبل الانتخابات كان يخشى من أن يخسر الأكثرية التي يحظى بها، وكان يخشى أكثر خسارة التحالف مع التيار الوطني الحر أو الغطاء المسيحي لسلاحه ولدوره ولعلاقاته الإقليمية الممتدة من لبنان عبر دمشق وبغداد إلى طهران. فلذلك حسن نصر الله قدم 3 خطابات انتخابية تحشيدية في الأسبوع الذي سبق الانتخابات، وهذا لم يحدث قبلا، وكان هناك استعطاف للجمهور الشيعي لانتخاب مرشحيه حصرا الثنائي الشيعي، وصدرت فتاوى متعددة، منها من المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان الذي طالب الجمهور الشيعي بانتخاب مرشحي الثنائي الشيعي حصرا دون سواهم، مهددا ومتوعدا. كذلك قام مسؤولي حزب الله وخاصة إبراهيم أمين السيد ومحمد رعد وغيرهم بالطلب من الجماهير الشيعية المؤيدة لحزب الله بانتخاب بكثافة، واعتبروا أن التوجه لصناديق الاقتراع هي كالتوجه إلى المسجد للصلاة، لذلك هناك كان تحشيد ديني واستعطاف عاطفي للطائفة الشيعية لانتخاب مرشحها، واعتبروا أن المعركة هي مع المشروع الأمريكي الصهيوني، وإلى ما هنالك من شعارات وعناوين ضخمة جدا لا تتناسب مع حجم المعركة الانتخابية. أيضا هناك مشكلة كانت على الساحة المسيحية، لأن الحوار الآن على الساحة اللبنانية، هذه الانتخابات وضعت مشروعين في مواجهة بعض، إما أن نخضع للمشروع الذي يقود لبنان إلى الانعزال والحصار والابتعاد عن المجتمع العربي والإسلامي، وأن يعيش ضمن المحور الإيراني حصرا، وأن يبقى لبنان ساحة صراع وساحة تظهير مواقف بعيدا عن الاستثمار وبناء مستقبل واعد للشباب اللبناني، أو أن يعود إلى انفتاحه على العالم العربي، على محيطه العربي، وأن يعود لاستعادة عافيته والنهوض من الانهيار المالي وإعادة إنعاش اقتصاده. كان هذا الحوار واضحا خلال هذه الانتخابات، وهذا لم يكن سابقا، لذلك هذه الانتخابات كشفت حجم الصراع، كشفت حجم الخلاف بين مشروعين في لبنان، مشروع ديني حصرا طيب. لا يفكر إلا في مصلحة إيران وحلفائها، ومشروع يبحث عن مستقبل لبنان. طيب، جميل الحديث عن وجود مشروعين وعن هذا الصراع البيني بين هذين المشروعين، لكن أنا ما لا أعتبر نفسي أنني حصلت على إجابة منك. هل توافق على أن حزب الله خسر وهزم، وهل كانت هزيمته مدوية؟ لا شك في ذلك، وباعتراف حسن نصر الله بالأمس الذي اعتبر أنه لم يهزم تماما، لأنه حصل على النواب الشيعة كاملين 27 نائبا، هي الحصة الشيعية في المجلس النيابي، وحصل عليها بالترهيب والترغيب، تهديد المرشحين، منعهم من التحرك، دفعهم لسحب ترشيحاتهم، ومنع المؤيدين من الاحتفال بمرشحيهم أو دعمهم. هذا كله أدى إلى أن يحصل حزب الله وحركة أمل على كامل النواب الشيعة، ولكن خسر في باقي المناطق، خسر حليفه المسيحي، خسر حليفه الدرزي، نعم. وبالتالي تدنت الكتلة التي تؤيد حزب الله ومشروعه في لبنان من 71 نائبا إلى 59 نائبا، وبالتالي هي خسارة كبيرة حرمت حزب الله من أن يملك الأكثرية التي كان يعول على استعادتها أو الحفاظ عليها لتعديل الدستور وإدخال مجموعة طيب. قوانين تناسب حضوره ودوره وتفرضه على الواقع اللبناني. طيب، جميل. لذلك هي خسارة فعلا مدوية. خسارة. صحيح أن أستاذ وائل، صحيح أن حزب الله وحركة أمل حافظوا على 100% من المقاعد الشيعية في المجلس النيابي وهي 27 مقعدا، لكن كما تعرف جنابك أنهم نزفوا مقاعد كثيرة من حلفائهم المسيحيين والدروز. هل هذا الخسارة أو هذا النزيف
والخسارة التي الجزئية التي أقر بها حسن نصر الله، هل هي خسارة تكتيكية أم استراتيجية برأيك؟ هو الحقيقة اليوم المجلس النيابي الحالي ما من قوة سياسية. نحن عندنا في لبنان كان هناك طرفي انقسام سياسي، 8 آذار و14 آذار. اليوم صارت قوة جديدة، هي قوة المستقلين وما يسمى بالمجتمع المدني أو قوة التغييرية. المجلس النيابي الحالي ليس فيه أكثرية مطلقة لأي من الأطراف الثلاثة، وهذه تعتبر خسارة بالنسبة للذي كان يتمتع بالأكثرية المطلقة وهو فريق حزب الله طبعا، لكنها ليست خسارة مدوية وليست خسارة كبيرة. نعم قد يكون هناك شيء من التكتيك، علينا أن نتذكر أن لبنان اليوم يعيش حالة أزمة اقتصادية. طب أستاذ وائل معذرة، يعني أريد أن أبقى معك في هذه النقطة، أنت لم تعتبرها خسارة مدوية وليست خسارة كبيرة، كيف وهو قبل الانتخابات وضع استراتيجية، خطة انتخابية تقوم على بعد استراتيجي وبعد تكتيكي؟ البعد الاستراتيجي أن يخترق القوائم الأخرى غير الشيعية وحتى غير المتحالفة معه، لكن يفاجأ بأنه حتى في لوائحه اخترق، لوائح تيار الوطني الحر وسليمان فرنجية المردة وحتى المقاعد الدروز، أليس هذه خسارة استراتيجية تعتبر وكبيرة؟ أنا أقول هو خسر، لكن لازال إلى الآن هذا الفريق. دعنا نتحدث بواقعية وليس بشكل عاطفي حتى ندغدغ مشاعر بعضنا البعض. اليوم هذا الفريق لا زال إلى الآن يتمتع بالقوة الانتخابية الأكبر والأوسع في المجلس النيابي، حوالي 60 نائب من أصل 128، فبالتالي عنده قدرة على شل المجلس النيابي، عنده قدرة على التعطيل، عنده قدرة على في مقابل ليس فريق واحد، في مقابل فريقين أو ربما ثلاثة أطراف في مقابله، المستقلين والمجتمع المدني والقوى السياسية الأخرى التي هي أساسا ليست منسجمة مع بعضها وليست فريقا واحدا. فبالتالي نعم هو أنا أقول خسر، تراجع، هذا صحيح، لكن أنا عندما أتحدث عن شيء من التكتيك علينا أن نتذكر لبنان يعيش حالة صعبة، أزمة اقتصادية حادة. هناك بعض الذين يذهبون بالتفسير إلى القول ويقولون أن هذا الفريق الذي كان يتمتع بالأكثرية هو أراد ذلك لأنه يريد أن يفتح علاقات على العنق العربي من أجل تأمين مال إلى لبنان، وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك، إنما الأطراف التي تصدت أو تصدرت المشهد السياسي الآن بإمكانها أن تفعل ذلك، وهو ما أشار إليه أمس أمين عام حزب الله حسن نصر الله عندما قال إنه يريد أن يفتح العلاقات وأن يفكر بهدوء مع الأطراف الأخرى من أجل إنقاذ البلد، وحمل رسالة في الوقت ذاته للأطراف الأخرى التي إذا ما أرادت أن تذهب باتجاه إقصائه أو شل الحياة السياسية في البلد، حذر من أن هذا الموضوع سيأخذ البلد إلى نوع من الفوضى والفراغ. وهذا ما سنبحثه بعد الفاصل أستاذ وائل، ويعني إشارات مهمة أشرت إليها، لكن لو أذنت لي أن أعود مرة أخرى إلى الاستوديو لأسأل، هل يمكن النفاذ إلى أسباب عميقة أدت إلى تراجع وانكفاء حزب الله على مستوى تحالفاته بالرغم من الخطاب الوطني المقاوم المحشد المستقطب الذي بنى عليه خطته الانتخابية؟ اولا دعني اعلق فقط على نقطه واحده سريعا. قضيه حزب الله، لا هي قضيه حزب الله او خساره حزب الله هي مدوبه بكل الابعاد. لماذا؟ اهميه التي اعطاها حزب الله لهذه الانتخابات تدل على انه كانت خساره كبيره. عندما يخرج حسن نصر الله يقول انه هذه الانتخابات هي بمثابه حرب تموز ولكن على المستوى السياسي، بمعنى بخطوره هذه الحرب، ثم يخسر في هذه الحرب وكان شعاره دعم الحلفاء، ثم يخسر جميع الحلفاء ويرتفع عنه الغطاء الوطني، خسر الدروز والسنة والمسيحيين، فبالتالي هذه تعتبر خسارة مدوية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كان من الطبيعي، يعني بمعنى أستاذي الكريم، الآن في لبنان الصراع هو على هوية لبنان، ما هو وجه لبنان الذي نريد. هناك كثير من اللبنانيين الذين باتوا يشعرون بأن حزب الله أخذ لبنان إلى مصاف أخرى غير التي كان عليها حزب الله. هذا سنبحثه بعد قليل. نعم. أستاذ محمد، لكن أنا أريد لو لديك استقراءات بالنفاذ إلى أسباب عميقة أدت إلى يعني تقلص هذا الخطاب، تأثير هذا الخطاب لحزب الله. طبعا لأنه بالنهاية يا أستاذ الكريم الشعب اللبناني يعاني الآن، ويتهم حزب الله بأنك أنت من كنت ترعى الفساد في لبنان في مقابل يعني تأمين تغطية لك في مغامراتك الإقليمية، الخروج إلى سوريا وإلى العراق وإلى اليمن، فبالتالي أنت متفق مع هذه الطبقة السياسية بأن تقوم بحماية فسادها، وهو على فكرة حزب الله لعب كبير دور كبير في إجهاض كثير من حركات ثورة 17 تشرين عندما أطلق يعني. لكن ما مسؤولية حزب الله عن الفساد إذا ما كان مثلا عفوا التيار الوطني الحر يعني عرف عنه بعض قادته أنهم تورطوا في أعمال فساد،
ميشيل اسمحها قبل ذلك بعض يعني ما علاقة حزب الله وهو يريد أن يا سيد الكريم حزب الله كان شريك لهذه المنظومة طوال هذه الفترة وهو الذي قام بحمايتها وهو الذي دافع عنها في أكثر من مكان وعندما خرجت الثورة في الطرقات كادت أن تشكل خطر كبير على هذه المنظومة السياسية لولا أن حزب الله تدخل بكل قوته وأطلق يعني مناصريه في الشوارع وقام بالتضييق على بعض السائرين في بعض المناطق التي يملك فيها نفوذ فبالتالي هو كان يعني كان هناك اتفاقا ضمنيا بينه وبين هذه المنظومة الفاسدة أنا أحمي فسادكم وكان هذا الفساد يجري تحت أعين حزب الله حزب الله كان مشارك في هذه الحكومة وفي هذه السلطة السياسية في مقابل أنتم تغطون كل مغامراتي العسكرية والأمنية في المنطقة أليس ذلك اضطرارا بسبب الحصار الذي فرض عليه هناك ثورة يعني في سوريا وهناك إسرائيل المتربصة به وهناك بعض دول الخليج العربي التي تكيد له أليس دفع إلى هذا اضطرارا هذا الكلام هذه سردية حزب الله ولكن هل نوافق عليها هل هذا الواقع أبدا ليس هذا الواقع لأنه بالنهاية حزب الله هل فعلا هو يعني حزب يقتصر دوره على مقاومة العدو الإسرائيلي في الجنوب اللبناني أم أنه تمدد وأصبح يلعب أدوار إقليمية أخرى أدت إلى أنه حصلت قطيعة بين لبنان بسبب حزب الله وبين العمق العربي فبالتالي حزب الله يريد أن يأخذ لبنان إلى يعني إلى محور آخر غير محوره التاريخي الذي كان ضمن الدول العربية فبالتالي هذا الذي أدى إلى القطيعة العربية هذا الذي أدى إلى أن يكون هناك صراع بينه وبين المكونات الأخرى من الشعب اللبناني وهذا الذي أدى أيضا إلى التصعيد مع بعض القوى المؤثرة في الواقع اللبناني من غير الدول من غير اللبنانيين فبالتالي ليس الموضوع أن هناك حصار فقط لأن حزب الله يلعب دور مقاوم في لبنان لا حزب الله حاول أن يأخذ لبنان إلى محور الإيراني وأنا أقول لك من أهم الخسارات الاستراتيجية التي حصلت في هذه الانتخابات أن حزب الله لم يعد يتفرد بالقرار في لبنان نعم حزب الله حتى الآن هو قادر على التعطيل حزب الله يملك الآن السلاح ويستطيع أن يقوم بخضات أمنية في البلد حزب الله يضع مسدسه على الطاولة عند المفاوضات ويضغط بسلاحه على أي مفاوضات ولكن حزب الله بدأ يتآكل على المستوى السياسي لأن هناك حالة رفض وإذا أردت أن نفصل في هذا الحال في هذه الحالة هناك أيضا حالة رفض بالقراءة في الأرقام حتى داخل البيئة الشيعية هو مع اختزانه لكل المقاعد الشيعية ولكن هناك في بيئات كانت حكر على حزب الله هناك الكثير من الأصوات الملغاة التي تم التصويت بها بشكل خاطئ كانت تحليل فيها أو التفسير لها بأن هناك أناس كان مضغوط على أمرهم ليذهبوا إلى الانتخابات ولكنهم عبروا عن رفضهم بالتصويت بطريقة خاطئة فإذا هذا وهناك خروقات حصلت في مناطق مثل دائرة الجنوب الثالثة لمقاعد كانت حكر على حزب الله تم اختراقها من بعض الناخبين ونجح فيها أكثر من النائب فبالتالي حزب الله لا يستطيع أن يدعي أنه أنا الآن مقاومة إسرائيل فبالتالي هناك حصار عالمي وهناك مؤامرة صهيونية أمريكية لا حزب الله عندما كان يقاتل العدو الإسرائيلي كان هو يمارس دور المقاومة ولكن في النهاية ذهب إلى أبعد من ذلك وأصبح يخدم المشروع الإيراني في المنطقة حاول أن يأخذ لبنان وهذه أيضا من الخسارات لأنه حزب الله كان يبحث إذا كان انتصر وأمن الأغلبية أن يذهب إلى مؤتمر تأسيسي جديد ويحاول أن يحدث تعديلات دستورية على الطائف بحيث يضمن يعني صلاحيات دستورية أكبر ولكن هذا الحلم تبخر وبالتالي هناك خسارة مدوية على المستوى السياسي كبير جدا إذا كان مقصود أن حزب الله ما زال يحتفظ بقوة على المستوى العسكري نعم ولكن على المستوى السياسي بدأ يتأكل طيب هذه قراءة أخرى تختلف عن قراءة الأستاذ وائل وكلاهما وجهتان لكن أعود مرة أخرى إلى صيدا عاصمة الجنوب كما يسميها كثير من اللبنانيين أستاذ حسان بقراءة معمقة وموضوعية و سياقية تراعي التطور التاريخي للانتخابات النيابية في لبنان هل يمكن القول إن الشارع اللبناني الآن صار له صوتا يغير وأن هذا يعني بالدرجة الأولى أن مسلسل تقهقر حزب الله السياسي بدأ أم أن هذه رؤية تفاؤلية أكثر من اللازم بالنسبة للمعارضين لحزب الله طبعا صحيح دعني أوضح بعض الأمور تفضل. أولا حزب الله قادر على التعطيل لكنه يعجز عن الإدارة لا يحسن إدارة الدولة لقد أمسك بالكيان اللبناني منذ عام 2009 بعد اتفاق الطائف لكنه قاد لبنان نحو الهاوية ونحو الانهيار هو وحلفائه حزب الله يستطيع تعطيل البلد وسبق له أن عطل تشكيل الحكومات انتخابات الرئاسة عطل الانتخابات النيابية في المرحلة الماضية لذلك حزب الله قوي جدا في التعطيل وليس في إدارة البلد والكيان بشكل ينهض به من حالة إلى حالة هذه واحدة الثانية أن حسن نصر الله بالأمس تحدث عن الحوار وضرورة أن نجلس إلى طاولة واحدة وأننا لبنانيين جميعا ومن مكونات مختلفة لو سمعنا خطاباته لو عدنا إليها قبل الانتخابات كان يتحدث بلغة أخرى كان يتحدث تهديدا ووعيدا أن مشروع أمريكي وصهيوني وحرب تموز وإلى آخره حزب الله عندما يكون قويا يرفع إصبعه ويهدد وعندما يكون ضعيفا
يناشدنا الجلوس إلى الطاولة والحوار معه، لأننا نعيش في وطن واحد يجب أن نحافظ عليه. إذن لديه سياستين مختلفتين يستخدم الواحدة منها عند الضرورة. لذلك حزب الله حزب لا يمكن التعايش معه، لأنه حزب ديني يريد أن يأخذنا إلى حيث يريد وحيث هو يرتاح، إلى نظام ولاية الفقيه. طيب، الذي لا يتعايش أستاذ مع الواقع حسان لبناني. وهنا المشكلة. تفضل. ليس هذا سؤالي يعني، نعم أريد الجواب. نعم أنا بدأت بهذه المقدمة لأصل إلى الخلاصة، وهي أن المواطن اللبناني الآن سواء كان في الحالة الشيعية بحكم كونه شيعيا أم في البيئات الأخرى أصبح يدرك أنه يواجه مشروعا دينيا يريد أن يغير ثقافة الكيان يعني اللبناني، ثقافة المكونات اللبنانية، يريد أن يربطنا بمحاور لا علاقة لنا بها. لذلك صندوقة الاقتراع أثبتت هذه المرة أن هناك إمكانية للتغيير، إمكانية لدفع حلفاء حزب الله للخسارة والابتعاد عنه مرغمين وليس طائعين كفيصل كرامي ووئام وهاب وطلال أرسلان وإليل فرزلي وأسعد حردان، إنهم رموز. لقد تم إسقاط رموز اعتمد عليهم حزب الله في مهاجمة أهل السنة في لبنان، في مهاجمة الثورة السورية، في مهاجمة الأمة العربية، في مهاجمة دول الخليج، في مهاجمة تركيا، كان يعتمد عليهم في مهاجمة كل الأمة الإسلامية وتبجيل إيران وتبجيل حزب الله. الآن خرجوا جميعا من البرلمان اللبناني، خرجوا لأنهم فاشلون بنظر ناخبيهم وليس بنظر حزب الله، وبالتالي أصبح على حزب الله أن يبحث عن حلفاء جدد، عن سياسة جديدة. وهناك الكثير من الكلام الآن أن حزب الله سوف يبدأ بالتواصل مع مجموعات لبنانية لبداية حوار معها، ليبحث معها ما المشكلة التي وقع فيها، كيف يمكن أن يعدل من خطابه السياسي لإعادة دوره على الساحة اللبنانية، أن يكون أكثر اعتدالا وأكثر قبولا من اللبنانيين. لذلك فعلا الخسارة كبيرة، والمستقبل السياسي لبنان سيبقى معطلا حتى تتبلور السياسات المقبلة كيف ستكون، كيف هي وجهة حزب الله، كيف سيتعاطى مع الملفات العربية بعد هذه المتغيرات التي حدثت على الساحة اللبنانية. لذلك نحن أمام مرحلة صعبة جدا، خاصة مع ننتظر تبلور هذه المجموعة الجديدة من النواب الذين هم ليسوا كتلة واحدة وليسوا يمثلون فئة سياسية واحدة، هم قوى متعددة. الآن بدأت الاتصالات فيما بينهم لتركيب تحالف واسع، تحالف وطني. نعم. يضم مسلمين ومسيحيين ودروز لمواجهة هذا المشروع الديني الذي يمثله حزب الله، خاصة مع انكفاء أو ضعف الغطاء المسيحي الذي يمثله التيار الوطني لحزب الله. وإذا رجعنا ما قاله جبران باسيل بالأمس كان واضح أنه بدأ يترك مسافة بينه وبين حزب الله، حين قال جبران في مؤتمره الصحفي أنني لست في حلف داخلي كما أنني لست في حلف خارجي، وهذه لغة جديدة لم يستعملها جبران باسيل سابقا، كان دائما إلى جانب حزب الله في عدائه للأمة العربية، في عدائه للأمة الإسلامية، وفي عدائه للشعب السوري. بدأ الآن يترك مسافة بينه وبين مواقف حزب الله، لأنه بدأ يشعر أنه خسر، لأنه كان حليفا لحزب الله. كتلته كانت 34 نائبا، تقلصت إلى 18 نائبا. لو كنا في بلد ديمقراطي حقيقي لكان عليه الاستقالة. من يخسر نصف نوابه في البرلمان عليه الاستقالة، أن سياساته الفاشلة هي التي أدت إلى أن يخسر تعاطف جمهوره وتأييد جمهوره، وبالتالي حزب الله فعلا يشعر بخسارة مدوية في الساحة السنية مع غياب سعد الحريري الذي كان حليفا لحزب الله دون إعلان. خسر هذا الرافض الذي اسمه سعد الحريري الذي كان يجامل حزب الله تحت عنوان منع الفتنة السنية الشيعية ومحاولة يعني تخفيف الاحتقان وإلى ما هنالك من مصطلحات ومفردات لا تؤدي إلى حل الأزمة اللبنانية، وكذلك على الساحة المسيحية هناك خسارة كبيرة. نعم، حقيقة تصريحات جبران باسيل يعني لافتة ويمكن قراءتها في سياق سياسي لبناني عام. مشاهدين الكرام، تتمة هذا الحديث تأتيكم بعد وقفة أخيرة. نلفت عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين ستبث على القمر تركسات 3A وفق التردد 12729 عمودي اعتباراً من الأول من حزيران المقبل. لذا يمكن لمشاهدين الكرام في الدول الأوروبية التقاط بث الرافدين على قمر تركسات.
أهلا بكم أستاذ وائل. في بيروت يعني نحن الآن أمام يعني خلطة جديدة في لبنان. حزب الله يفقد غطاءه الوطني ممثلا بغياب النواب المسيحيين والدروز وحتى السنة الذين كانوا متحالفين معه، خلو الساحة يعني تماما فقط إلا من النواب الشيعة. هذه واحدة. الثانية صعود قوة مسيحية جديدة هي خصم ومناوئ تقليدي لحزب الله ممثلة بكتلة القوات اللبنانية التي تزعمها سمير جعجع. ثالثا وهو ربما الإشارة الأهم، محمد رعد النائب عن حزب الله يطلق تصريحات اعتبرها كثير من المراقبين اللبنانيين أنها تهديد واضح، يا خصومنا إياكم واللجوء إلى الحرب الداخلية الأهلية التي تدفعون إليها دفعا، ولن نتقبلكم دروعا لإسرائيل في لبنان. يعني كيف سيبدو لك المشهد السياسي في المرحلة المقبلة في ظل هذه المعطيات؟ المشهد السياسي في المرحلة المقبلة سيكون مشهد معقد ببساطة لسبب بسيط، لأن المجلس النيابي المقبل موزع مشتت بين مجموعة قوى. نحن نتحدث عن فريقين أساسيين، لكن حتى هؤلاء هم عبارة عن أحزاب صغيرة وقامت بين تفاهمات أو تحالفات خلال الأعوام الماضية، وبالتالي هي أيضا على بعض القضايا هناك انقسامات وخلافات بينها. يعني حتى مثلا على سبيل المثال حلفاء حزب الله هناك خلافات عميقة وكبيرة بين حركة أمل من ناحية وبين تيار الوطن الحر من ناحية أخرى. في المقلب الآخر عندما نتحدث عن القوات اللبنانية أيضا هناك خلافات عميقة وليست سهلة بين القوات وبقايا المستقبل أو بين القوات وحزب الكتائب مثلا على سبيل المثال. والمجتمع المدني وقوى التغيير والمستقلين الذين صعدوا إلى المجلس النيابي أيضا هم ليسوا كتلة واحدة، هم عبارة عن مجموعة أشخاص متفرقين. فنحن أمام مجلس نيابي إذا صح التعبير مشتت وموزع بين مجموعة قوى كثيرة وعديدة ولا يملك طرف فيها الأكثرية المطلقة. لذلك سنكون أمام أزمة جديدة في السياسة، وهذه ستعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وربما تجعل الشلل يمتد إلى شهور عديدة، لأن أمامنا استحقاقات. استحقاق الأول انتخاب رئيس مجلس نواب، ونحن أمام إشكالية. هناك قوى سياسية صاعدة تقول إنها لا تريد أن تنتخب الرئيس نبي بري المرشح الوحيد للثنائي الشيعي أمل حزب الله، حتى القوى المسيحية الأساسية وقوى من قوى التغيير أو غيرها، ولكن من أين يأتون بمرشح شيعي إلى رئاسة المجلس؟ لا يوجد. فنحن أمام أزمة. هناك مسألة تشكيل الحكومة وتسمية رئيس جديد للحكومة مطروح الآن بشكل شبه رسمي أو شبه تقريبا صار بات واضحا، مطروح اللواء أشرف ريفي لرئاسة الحكومة، ولكن هذا أيضا لا يمكن أن يأتي عليه إجماع. فنحن أمام أيضا أمام إشكالية، ونحن أمام إشكالية أي شخصية تكلفت تشكيل الحكومة. من غير السهل أن تشكل حكومة في المرحلة المقبلة، وأمامنا إشكالية أيضا انتخاب رئيس جديد للجمهورية. واليوم الصراع بين الكتل المسيحية، كل كتلة تيار الوطن الحر من ناحية والقوات اللبنانية من ناحية أخرى، كل منهما يدعي أنه يمثل أو يحوز على الكتلة الأكبر مسيحيا. فنحن أمام أيضا، مع أن ذلك دستوريا ليس له أي تأثير في لبنان، فنحن أمام إشكالية الحقيقة، وهذا ما سيؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية، إلا إذا هؤلاء جميعا القوى السياسية في السلطة أو في المعارضة في كلا طرفي الانقسام السياسي والقوى التغييرية الصاعدة سواء كانت من المجتمع المدني أو من المستقلين، إلا إذا عادوا إلى تفكير منطقي عقلاني هادئ يفكر بشكل أساسي بالمخرج للأزمة التي نحن نعيشها في لبنان. إذا كل طرف سيستمر في خطابه التصعيدي وفي خطابه التوتيري وفي خطابه المرتفع العالي السقف، فنحن أمام بكل تأكيد أمام حالة شلل ستمتد في الأزمة اللبنانية، وسنعيش حالة تشبه إلى حد كبير ما يعيشه العراق. علينا أن نتذكر في العراق جرت الانتخابات في أول الخريف الماضي في تشرين، إلى الآن لم يصار إلا إلى انتخاب رئيس مجلس، ليس هناك شخصية كلفت تشكيل الحكومة وليس هناك شخصية انتخبت لرئاسة الجمهورية في العراق. طيب. حالة الفراغ والشلل موجودة وقائمة، لكن الفارق بين لبنان والعراق أن العراق دولة اقتصادها إلى حد ما يستطيع أن يصمد. في لبنان نحن نعيش أزمة اقتصادية خانقة وحادة فعلا قد تأخذ البلد إلى فوضى وإلى فراغ. طيب تحدثت أستاذ محمد عن الموضوع
الشارع اللبناني والقدرة التغيير وأن هذا يدعو إلى التفاؤل وأن بدأ التغيير مستقبل لبنان من ساحة الناخب اللبناني، لكن هل هذه المعطيات يعني ذات قيمة سياسية حقيقية بينما هناك الفريق الأساسي يضع يده على الزناد؟ المشكلة الأساسية في لبنان معارضي حزب الله ليست لذات حزب الله وإنما لوجود سلاحه بيده واستعماله واستثماره سياسيا. هل من قيمة سياسية هذه التغييرات بظل وجود سلاح حزب الله؟ هو لا شك لاقوا واقعيين، يعني أنا إنسان واقعي سياسي. نعم هناك الآن هناك أمل عند اللبنانيين بأنه نستطيع أن نغير، ولكن مش معناتها حصل التغيير الجذري الذي يرنو إليه اللبنانيون. بمعنى نعم مع بقاء، وأنا قلت لك مع بقاء سلاح حزب الله، حزب الله يستطيع أن يعطل، يستطيع أن يهدد، يستطيع أن يقوم بخضات أمنية، يستطيع أن يأخذ البلد ربما إلى أمور لا تحمد عقباها، يستطيع أن يقلب الطاولة على الجميع، ولكن على المستوى السياسي هو خسر، قوته تتآكل. الشارع اللبناني أصبح يدرك بأنه لا يمكن الاستمرار بهذا النهج من التعاطي يعني السياسي. هو خسر سياسيا، التبعات العملية ماذا يعني ذلك عمليا إذا خسر سياسيا لكن ما زال قويا أمنيا وعسكريا؟ هو لا يستطيع، يعني هو إذا قلنا أنه خسر سياسيا لا يستطيع أن يأخذ، يعني بمعنى لا يستطيع أن يأخذ القرار بأنه أنا بدي أروح أستخدم سلاحي في الداخل بطريقة كما حصل في 7 أيار بشكل لا نهائي. لا، هذا سيؤدي إلى ربما إلى يعني إلى أن يعني ينهدم المعبد على الجميع بما فيهم حزب الله لا يستطيع. لذلك حزب الله كان يسعى إلى تأمين الغطاء السياسي، كان يهمه كثيرا، وهذا كان كما قلت لك هو هدف استراتيجي، كان يريد غطاء وطني، كان يريد غطاء سني، وهو كان مستفيد من قضية مقاطعة أو دعوة سعد الحريري إلى المقاطعة، وهو كان يدعم هذه الحركة. ولو تطلعنا إلى الأبواق القريبة أو إلى الإعلام القريب من حزب الله كان يدعم حركة مقاطعة يعني سعد الحريري، كان على المستوى الدرزي يحاول أن يخرق من خلال طلال الرسالي ووهاب ويحاول أن يحاصر المختارة، من خلال المسيحيين دعم تيار وطني الحر، ولكنه خسر كل ذلك. لماذا؟ هو يدرك أنه لو كان يملك القوة والسلاح ولكن بالنهاية بدون غطاء وطني سيتحول إلى حزب شيعي طائفي يملك سلاح غير شرعي، هذا توصيفه سيصبح. لذلك هو نعم يملك القوة ولكن على المستوى السياسي هو ضعف بشكل كثير. لذلك نعم اللبنانيون وليس جميعا، هنا دعني أقول لك شيء، ليس كلهم صوتوا ضد حزب الله. نعم البعض منهم فقط لأنه ضد حزب الله، يعني ضد المشروع الذي يحمله حزب الله، المشروع الديني ومشروع المشروع السياسي، ولكن البعض ضد حزب الله الذي حمل الفساد في لبنان. لذلك هناك وجهتان نظر مختلفتان، ولكن الكل مجمع على شيء واحد، لم يعد من المقبول أن يستمر لبنان على هذا النهج السياسي الموجود في البلد. كما لو أنك تتحدث عن تصدع الجسم الشيعي حتى بسبب ممارسات حزب الله، هذا ما فهمته من كلامك، لكن دعني أنتقل إلى صيدة. أستاذ حسان، حتى يمنع حزب الله والتيار الوطني الحر من تعطيل الحياة السياسية في لبنان، ربما على القوى التي فازت الأخرى، القوات اللبنانية والمستقلون وقوة التغيير، عليهم أن يشكلوا تكتلا تحالفا يتفوق على 60 مقعد في المجلس النيابي. هل هذا من الناحية العملية ممكن التحقق حتى يعني نشهد استقرارا للبلاد؟ المشهد السياسي أولا لا يبشر بالخير، المشهد السياسي سوف يقود لبنان إلى مزيد من الانسداد في أفق الحل السياسي، وبالتالي سوف ينعكس سلبا أكثر فأكثر على الواقع الاقتصادي ويعمق الانهيار المالي. سواء النقطة التي سألت عنها أخي الكريم في موضوع التفاهم بين القوى المعارضة لحزب الله، قد يتم هذا التفاهم، ليس قضية صعبة، هناك اتصالات كثيرة تجري الآن، ولكن حزب الله كما ذكرت قبل قليل أعاد وكرر مرات عدة أن لا أكثرية ولا أقلية في لبنان، بل توافقية ميثاقية، وهذا الشعار لمن لا يعرف ما هو معناه فيتو مطروح من كل الطوائف اللبنانية. معنى ذلك أن حكومة، أي حكومة يجب أن تتشكل، يجب أن تتمثل فيها كافة القوى السياسية المعارضة والموالاة، وأي سلطة هذه التي تتمثل فيها المعارضة والموالاة في حكومة واحدة، من يحاسب من؟ إذا كان البرلمان ممثلا بكافة فئاته في أي حكومة، وهذا ما جرى في حكومة نجيب ميقاتي، في حكومة تمام سلام، في حكومات سعد الحريري، في حكومة حسان دياب، والآن في حكومة نجيب ميقاتي الأخيرة. إذا كان الجميع متمثلا في هذه الحكومة من يحاسبها؟ لذلك حزب الله يحمي الفساد ويرعى الفساد مقابل تجاهل سلاحه ودوره. ولكن هذا السيناريو أستاذ حسان أكبر فاسد في لبنان، هذه الصورة التي تقدمها أنه يمسك 24 معبرا أستاذ على حسان الحدود السورية للتهريب. نعم. هذه الصورة التي تقدمها وسأبقى معك تنفي أو تزيل أي قيمة سياسية لما جرى من انتخابات في لبنان. تماما
لذلك حزب الله عندما أدرك أن إمكانية الخسارة مطروحة بقوة أعاد التذكير إلى أنه يلتزم هذه السياسة، ورغم أن هذا الموضوع التوافقية الميثاقية غير موجودة في الدستور اللبناني لا نصا ولا عرفا، وهو كان حريص على أن يحصل على ثلثي المقاعد في المجلس النيابي ليرسخها في الدستور كنص مكتوب، وبالتالي يحمي سلاحه ويحمي دوره ويكرس منطق الفيتو ضمن النظام اللبناني. هو باعتباره ممسك بالساحة الشيعية كاملة ويمسك بال 27 نائبا يستطيع أن يتحكم بالقرار الشيعي، وهو كان مشروعه الآن وهو فشل والحمد لله كان يسعى للتغلغل ضمن كافة الطوائف السنة والدروز والمسيحيين بأن يكون له روافد ضمنها بحيث يهيمن على بعض أصواتها يستخدمها حين يريد في تعطيل الحكومات أو في تعطيل أي استحقاق دستوري كانتخاب رئيس الجمهورية كما جرى المرة الماضية عندما انتظرنا عامين ونصف حتى تم انتخاب الرئيس الحالي ميشيل عون، وحين ننتظر دائما 7 أشهر والثمان أشهر لتشكيل حكومة تأتي يعني نموذجا عن الحكومات السابقة لا تتطلب كل هذه الانتظار. لذلك نحن المشهد المقبل على الساحة اللبنانية سيكون أكثر صعوبة من حيث الانسداد السياسي وعدم وضوح الحل السياسي كيف هو شكله، وبالتالي الوضع السياسي السيء سوف ينعكس سلبا أكثر فأكثر على الواقع الاقتصادي، لأن لا دولة في العالم ولا مؤسسة دولية ستقدم المساعدة للبنان وهو في هذه الحالة من الفوضى السياسية ومن هذا عدم الوضوح في الرؤية السياسية وفي العلاقات السياسية وفي حل المشاكل الداخلية السياسية، وبالتالي يبقى لبنان ساحة الصراع تناسب إيران ومحورها وميليشياتها على الساحة اللبنانية وغيرها من الساحة. نعم. طيب للخلاص من الفوضى السياسية أستاذ وائل، الآن هل الخريطة السياسية الجديدة في المجلس النيابي تسهل عملية اختيار الحكومة اللبنانية وهي قضية عاجلة جدا لوقف مسلسل الخسائر الاقتصادية ولوقوف البلد على قدميه في الحد الأدنى على الأقل؟ لا تستطيع. الخريطة الموجودة حاليا في المجلس النيابي الجديد لماذا لا تساعد؟ ببساطة لأنه ليس هناك فريق سياسي يملك الأكثرية المطلقة، ولأن فيما لو تمكن سمير جعجع القوات اللبنانية من تشكيل تحالف يتجاوز 60 نائبا، هل هذا يسهل الأمر؟ هو يحتاج أولا إلى 65 نائب بالأكثرية المطلقة، 64 زائد 1 حتى يكون نص زائد 1 يعني 128 مجلس نيابي. فأنا تقديري ليست أمرا سهلا على الإطلاق أبدا مسألة أن وحتى لو أنه استطاع أن يفعل ذلك، رئيس الحكومة الذي سيشكل حكومة يحتاج إلى استشارات مع النواب ويحتاج إلى رضا القوى السياسية، وهذا ليس أمرا سهلا على الإطلاق في ظل توزع يعني الفريق السياسي الموجود في مواجهة حزب الله ليس واحدا، هناك المستقلين، هناك المجتمع المدني، هناك القوى السياسية المنضوية كانت منضوية في فريق 14 أذار. أنا تقديري هذا التوزع لعدد النواب والخريطة النيابية الجديدة بين القوى السياسية المتخاصمة وبين القوى المجتمع المدني والمستقلين لا تساعد كثيرا على تشكيل حكومة بشكل سريع، مع أنه هذا قد يفتح فرصة الحقيقة للتفكير بقناعة وبهدوء وبعقلانية لإنقاذ البلد، لكن إلى الآن هذا غير موجود للأسف الشديد. أنا أقول في المشهد السياسي اللبناني لا زال التفكير عالي السقف عند الجميع دون استثناء، وهذا لا يعطي فرصة للبلد للأسف الشديد. الجميع يريد أن يخوض معركة صفرية تجاه الفريق الآخر، ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر في البلد لاعتبارات كثيرة وكثيرة جدا. طيب يعني أنا الآن أدركنا الوقت، بقي معي نصف دقيقة، وبعض هذه الوجبة إذا ما صح التعبير التشاؤمية من ضيوفنا الثلاثة، أختم معك أستاذ محمد، هل من جرعة التفاؤل بعد هذه الانتخابات للمشاهد اللبناني الذين حقيقة أنا أشفق عليه من هذه الوجبة الدسمة من التشاؤم وهي نظرة موضوعية ربما من الضيوف؟ يا سيدي الكريم، هو طبعا يعني موضوع الديمقراطية التوافقية تفرض أن يكون هناك اتفاق، والآن مع تشرذم كل هذه القوى سيكون من الصعب كما تفضل الضيوف، أنا معك بهذا الموضوع، ولكن التفاؤل هو على المدى الطويل، بمعنى أن هناك حالة لبنانية عبرت عن رفضها لسوق لبنان إلى المشروع الإيراني بشكل كامل. أنا برأيي هذا سيؤسس،
وهذا يعني أيهما أفضل لو سألنا الآن بطريقة يعني تلقائية، أن يفوز حزب الله ويحقق ما كان يبنو إليه وبالتالي يصبح لبنان مدرجا بالكامل داخل مشروع إيراني، أم أن هناك محاولات أفشلت ما كان يسعى إليه حزب الله؟ هذا أفضل، فبالتالي هناك تفاؤل لك على المدى البعيد. على المدى القريب نعم أنا أوافق بأن هناك انقسام، أصبح حد من الانقسام، وطبيعة السياسة في لبنان الديمقراطية التوافقية تفرض أنه أنت الآن بحاجة أن تجمع كل هؤلاء، وهذا قد يكون أعسر من الأحزاب التقليدية، ولكن التفاؤل في أننا استطعنا أن نخرق هذا الأمر وأن نبطل هذه الاستراتيجية، فبالتالي منعنا من أن ينزلق لبنان داخل المشروع الإيراني بشكل كامل، وهذا يؤسس عليه. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام كل الخير نرجوه للبنان الشقيق. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو الأستاذ محمد المصري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن صيدا عبر سكايب الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات، كما كان معنا من بيروت الأستاذ وائل نجم الكاتب والباحث. كل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة، في حراسة الله.